اهلا بكم في هذا الفيديو. سنتعرف كيفيه ايجاف دي اتش سي بي سيرفر اي مزود العناوين التلقائي في مودم 4G يمن نت. اول حاجه افتح صفحه الضبط 192.168.0.1 كما هو معروف. يجب علي اني اتذكر الاي بي لانه مجرد ما وقفت دي اتش سي بي سيرفر خلاص، يعني لازم انه يكون العنوان مثبت يدوي لكي اصل المودم. اقوم بادخال كلمة المرور الموجودة اسفل المودم. لتغيير الاعدادات كما قلنا في الفيديو السابق، اولا اوقف الاتصال. الآن أنتقل إلى إعدادات الخيارات المتقدمة Advanced Settings، ومن ثم Router، ومن ثم هنا DHCP Server أخليه تعطيل أو Disable، ومن ثم Apply Yes. هكذا نكون قد عطلنا DHCP Server.